كل اتجاه، يمين يسار فوق وتحت، حصنتك بالله سبحانه من كل مكروه. يا مساء الخير يا ستين، على ستين مالكي، على ستين، على ستين ب 60 ريال قرب وشو سكريال قصيم، على 60 ريال، على 60، على 60 ريال. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بمرك السعاد، الله يرحم والديك طول بعمرك، اسعد مساك السلام. هذه تخليك تاخذ لك 10 لفات من المعرض، الله يطول، الله يسعد قلبك يا بلبر، يحب يشارك تبارك الله. معرض التمور، وفي عالم التمور الموجود في واجهة الرياض. هلا والله، هلا مرحبا، راس فرج ولا راس تهلا سنطرج، حياكم الله في صبر القصير. أنا أبو سلمان وأخذ زياد. نعم أنا أبو سلمان، يسلم علينا. قولي هلا زياد. صورني وأنا صورني. هلا والله أبو زياد. وأنا من دكان صالح، وأنا حتى كليت حبة كليجة من كليجة السنة. يا روحي وين مكانكم؟ إيه؟ دائما ابو سليمان يتغوى علينا ما يترك لاجه. يا روحي كيف اقدر اخذ خديداتك؟ تعالي تعالي. حبيب البراء يلا حيا يا اخي، من حبك القريه لبست جدارها. قسم بالله بالله، ناقص ضاري كاميرا. اليوم الانطلاقه ان شاء الله باذن الله. يا ابو سعد يا رب التوفيق. ابو سعد يحتز رصدك 3 و4 و5 و6. زين قلت 5. الحياه، لا يا اخي، اي والله الحياه، الحياه. وانا رجل تعمرت وعشت انا يا اخي، شغل يا هات يا ابو سعد. يا رب العالمين. الانطلاقه يا ابو عبد الله، الله يوفق يا رب ان شاء الله، الله يقوي ويبارك ان شاء الله باذن الله تعالى بوجودكم. الحلم هذا انتظر 4 و5 سنوات. الحمد لله، اللهم لك الحمد، وجاء على الشاشه اللي في بيت كل شخص. قادم اجمل ان شاء الله باذن الله، هذه البدايه باذن الله. يا زيني شويات منطلقين ان شاء الله. من داخل الكنترول زد رصيدك 9. بسم الله توكلنا على الله، يا رب التوفيق والتيسير مع كل اتجاه، ويا رب القلوب تنظف، نظف القلب تمشي امورك. السلام عليكم، صبحكم ومساكم الله بالخير. توني صحيت بعد غيبوبة كانت رهيبة جدا، لا تقولي ولا أقول لك، ما في مثل نومة البيت. لو يعني تقولي فندق 20 نجمة ولا نومة البيت، أقولك نومة البيت. ليه؟ لأنك ترتاح في نومة البيت. صح أنهم يمسحونك واجد، يدخلون عليك، يغفصون الباب، تقعد كذا عند أذنك تطالع فيه، ياخذ الشاحن من عندك عادي، بس إنه أريح البيت. ليه انا ما ادري ليه والله، بس يعني عموما انا رايحين استراحة الشباب، سولف معهم، سولف معنا، تعرفون من زمان عنهم، لهم حق علينا ولنا حق عليهم، معني اما انا ما قاعد اشوف اي حاجة، لا حد يحسب انها مطر، مو مطر، رطوبة مع برد، فصير زي كذا شيء غريب جدا. السلام عليكم، عندي تناقض بسيط بتراجع في كلامي، أدري أن أسرع تناقض في الحياة هذه كلها، بس صدق يعني فكرت الموضوع شوي، يعني حللت، همضت كذا وقعدت أفكر شوي، أفكر أفكر، عرفت النوم. يلا وما زال لا يا الناس الحلوة يا سيدي يا جبل ولا تنزل بيس. وتعطيني سوارة؟ عانية معي السوارة للزعلانة، الحين احنا جايين نستانس وجايين نزعل، عانية ها، ليش انت منفسة ليه؟ علمي ليه منفسة؟ عشان انا ما لعبت. كيف ما لعبتي؟ ما لعبت. لعبتي فيه وفي اللي تدور وفي اللي تطلع فوق
وباللي تنقص ايش باقي؟ ايش بعلمي ايش عيني عيني فيني؟ وش هي؟ ديك يعني لو لعبتيها خلاص ما عاد تنفسين؟ متأكدة؟ ليه انت نفسية طيب؟ طيب ليه انت نفسية؟ كذا اعطيك كف هذيك. طيب ابشرك من الربع خلاص تعرف ما عاد تزعل ولا عاد تنفس صح ولا لا؟ بس تضحك صح ولا لا؟ طيب الحين يا عمي ما بنروح ناخذ السوارة وبعدها ما نروح نرجع للعب مرة ثانية لأن ما طفشتي ولا مليتي ولا تعبتي إلى متى طيب؟ علمي إلى متى؟ ما تدرين هم جايز تلعبين بس يلا أعطينا يدس يلا مشينا ربك زعلانة خلاص استنستي الأخلاق وسط الرب حنا عجزنا فيها مهما نسوي باقي الأخلاق وسط ها الأمور طيبة أول ما تنزل عين تبي ترجع تنفس مرة ثانية ها كل صراحة استنست اليوم واجد ولا شوي ايش عاطف شوف نفسه شوف نفسه ما كانت تلعب وش الحلم هذا صار نطلعها طرد ها مو بالله كذا اللي نطلعها طرد ايه؟ مهما لعبت لا باقي نفسه ايه؟ شوف لي انا ما تلعب انا مستانسه شوفون تلب والله عينت حلو ترى معلم ايش تبغى تبغى تعيش هنا ايه؟ تهقى ايه؟ وين طالع؟ أتحداك تنزل ألينا ارجع أعطيني تنزل خلاص تنستوا؟ إيه فلتوها؟ إيه ليه زلانة أنت؟ ليه زلانة؟ بقتعد طيب بكتبوا شيء خلاص؟ إيه وش بكتبوا؟ بقالة باقي بقالة بعد؟ إيه بق طفرتوا بي راح عشرة 10 ريال 10 ريال وانتي 10 ريال بس انت ليش زعلانه؟ ما زعلت علمي ليش زعلانه؟ استانسي لعبت ما خليت لعبه لعبتي خلاص ترى بطيح الحين الين احنا ليش قاعدين هنا؟ ضاع المفتاح من اللي ضيعه؟ بدر طيب ايش تقولي ميت بدر؟ الله يبارك حسبي الله من روحته وانت تقولي ميت بدر ايش؟ الله يكسره مرة واحدة عشان اضيع المفتاح طبعا للاسف عطيت بدر مفتاح لان راضي واجد ومع اللعب ذا ضيعه فطلع هو الحين دوره قول ان شاء الله اني احصله لاني تعبت انا في نوم بعد حتى ايش؟ كيف؟ اذا ما لقاه ناطر تاكسي ايوه واذا انت ما عندك فلوس تعطيني انت لا تنشد الشفين يتبقى هذا الحث وصل اتصالك وانا عيني بجوالي الله كريم الاحزان غطت على عيني ما اشوف طبعا راجعين ندور المفتاح شو السوالي شو الحل الحين كيف نرجع البيت كيف نرجع؟ في كل الألعاب. ندور في كل الألعاب. وانت تقولين زعلانة. والله من حقك. مرة من حقك تنفسين. طلع مرة ثانية الألعاب. ندوره إن شاء الله من القاهرة. طبعا أبشركم لقينا المفتاح. اسمعوني. وش نسوي في بدر الحين؟
نضرب. ايش؟ نضرب. يعني انت نضرب وانت تقولين؟ نضرب. وين لقيناه؟ لقيناه في السيارة. لقيناه باللعب حق السيارة، طلع ديباني هجول وحاذف المفتاح. يلا مشينا. يلا مشينا. طبعا زي ما تشوفون بدر زعلان، وش الحالة بتاعته؟ بدر. تعال. بدر. كيف حالك؟ ليش رضيت المفتاح؟ عندك الحين تاني بضمير صح؟ زعلان؟ تدري ولا ما تدري؟ جعل الدنيا في ذاك ابو صابر، احتزم، مفتاح ضاع وهذا لقيناه انا موجود، والامور كلها طيبه. لا تزعل، لا اهم شيء تستانس. تبسم. اكثر. تبسم يا ابتساماتي. كملها. ما تدري؟ عموما هذه نهاية الطلعة، الأمور طيبة الحمد لله، تمام؟ يا الله أمل. يا شو صدق تدرون يا ناس إني أعرف أسوق؟ بسم الله، شو تحبك؟ يلا يلا، خل عور. مساكم الجميع بكل خير. يا مرحبا بيب. يا مرحبا بك. الله يطول عمرك. وعمرك ان شاء الله. عندك مواهب يبغى يعني واجد. صح ولا لا؟ صحيح. طيب منها موهبة تقليد الأصوات. نعم. أو تقليد اللهجات. نعم. إيش رأيك تعالين يعني لو شيء بسيط يعني تابعين يستاهلون؟ إيه إلا أنت عايز. عايز اللهجة المصرية ولا أبو يمن؟ خلنا نشوف أبو يمن. يا كان الحين أتحدث معك كأنك يعني طيب. يلا. إيش عندك من شغل يا أخي؟ عندنا والله سيارة عليها ضروب شوي جملة. جملة؟ إيه. ما هم جملة معك؟ والله ما هم جملة معك. التواير طيبة؟ ها؟ التواير طيبة؟ والله. وإيش بك تضحك علينا؟ إيش بك؟ تكلم. إيش بك؟ لا قوية دي. مصري. اللهجة المصرية يا فندم، ده أنا عشت في الصعيد 30 سنة، نزلت السعودية، ما تضحكش خالص، ما تضحكش خالص. إن شاء الله ها. أوعى تضحك. إن شاء الله. وانا بحب السعوديه. حلو الحمد لله. فكرة. الله يحب، حتى احنا والله نحبكم. أيوه. يا مصر حب السعوديه كثير. كم قد لك في السعوديه؟ لي بتهيأ لي 25 سنه. ما شاء الله تبارك الله. أيوه. ايش الشغل اللي قمت فيه في السعوديه؟ ده انا فلاح وبنا في نفس الوقت. بنا؟ ايوه بنا. جبت يعني بنا ولا لا لا لا, لا, لا. بنا يعني بعمل بناء يعني. ايوه حلو ما شاء الله. أيوه. تبارك الله. ايش بحب الفول وحب الملوخيه وحب ما شاء الله. ايش تشجع في السعوديه ولا في مصر؟ في مصر. ده انا بحب غزل المحله. وشو غزل المحله؟ وش غزل المحله؟ غزل المحله فري مصري بس ما بيطلعش في الاعلام، بس ما يعرف الا يعني هم بس اللي بتاعين غزل المحله هم اللي بيعرفوه. والاهلي والاهلي المصري. أيوه. والسعوديه. السعوديه هو انت بتشجع ايه؟ قول لي ما تضحكش. تشجع الشباب. شباب. الناس كلها بتشجع الشباب. لا بنص ناس بيقولوا فيها الهلال الزعيم. الزعيم. زعيم. اي نعم الزعيم. ماشي اللي انت عايز انا معاك. ابي الله. بور اللي بانير اللي قدي